ملابس تبدو وكأنها من أحجار الليجو. تتألف هذه المجموعة من 10 أجزاء، لكنها تعطي بإضافتها أو نزعها أكثر من 40 مظهراً مختلفاً. تصمم ماركة أنتيفيزز البريطانية موضة لسيدات ترغبن بالظهور بمظهر جميل دون تكاليف كثيرة. نريد من خلال تصاميمنا أن نشجع الناس على يكونوا أقل إنفاقاً وأكثر وعياً، ونرغب أن يحبوا ما يلبسوه وأن يحافظوا على قطع الملابس طوال الحياة. فهذه المسألة تعنينا ليس فقط من ناحية الارتباط العاطفي فقط، بل والمادي أيضاً. في الوقت الذي يتم فيه عرض موضة الخريف المقبل في أسبوع الموضة المقام في لندن الآن، تعمل سارة هاربر إيش وريني لاكروا على موضة تناسب كافة فصول العام. تعتبر مجموعتهما الجديدة لربيع هذا العام بمثابة مرحلة متطورة لسابقتها. تصاميم أنتيثيسز لا تهتم بمنافسة غيرها بل بتقديم البديل. الموضة مهمة طبعاً في صناعة الملابس. عند مشاهدة المعارض الكبيرة يشاهد دوماً القصات والألوان الدارجة والطول الأحدث للتنورات. نحن لا نتأثر بهذه المسائل بل ننظر للقطع الكلاسيكية كمعطف الترنش كوت لنحاول أن نعرف سبب بقاء موضته وقصته نفسها دون تغيير خلال 100 عام. ما يعرض في أسبوع الموضة اللندنية الآن ليس كلاسيكياً بالضرورة، فالأشياء الجنونية والمتقلبة هي السائدة في عالم الموضة. وأسبوع الموضة اللندني هو واحد من أهم 4 أسابيع موضة رائدة في العالم. تملك ماركة أستيكو منذ 6 سنوات مكان عرض ثابت لها هنا، وهي ماركة مكرسة للموضة المستدامة. سيتم عرض تصاميمها من قبل 14 مصمماً تم اختيارهم بالمشاركة مع منسقة المعارض الإيطالية أورزولا دي كاسترو. أعتقد أن كبار المصممين ذاتهم يفهمون ضرورة الاهتمام بالاستدامة في منتجاتهم، لذلك يجربون أساليب جديدة. حتى الآن ليس هناك توجه سائد، لكني أعتقد أنه يمكن أن يتكون في السنوات 5 المقبلة، وعندها ستتغير الموضة وهذه هنا ستصبح عادية. منسوجات من مواد طبيعية أنتجت في ظروف عمل عادلة وأصباغ رفيقة بالبيئة، كلها لا تتناقض مع أزياء الموضة الراقية للمصممة البريطانية إيديت سينتون. البريطانية عملت مع عظماء من أمثال ألكسندر ماكوين وغيريت بيو قبل أن تؤسس ماركتها الخاصة. أرى أن توجهات الموضة تصنع في منصات العرض، وهي تأتي من ماركات عالمية صغيرة تؤثر على الناس. ومن هذا المنطلق أنا مقتنعة أننا نضع توجه أزياء عصرية يراعي البيئة، لكن العملاء يحددون أيضاً توجهات الموضة، وكثيرون منهم يريدون معرفة من يحك ملابسهم، لذلك يصنع عدة مصممين الأزياء محلياً. أنتيفيزز تكلف أولغا أنكودينوفا وهي توظف 5 خياطات، ومن عملائها 10 متاجر أزياء بريطانية شهيرة. المصممة ريني لاكروا تقدر أيضاً التواصل الشخصي. يمكن التحكم أيضاً في نوعية أفضل، وإذا كان هناك أي مشكلة في التجهيز أو في الموديل يمكن الحضور وتغييرها فوراً. بالنسبة لي فإن هذا سهل، منزلي يبعد 15 دقيقة من هنا، وأحتاج نصف ساعة من الورشة، لذلك أستطيع أن أتابع الإنتاج أسبوعياً للتأكد من النوعية. مجموعة أنتيفيزز الجديدة ستكون جاهزة في مارس، وأغلى قطعة فيها تكلف 520 يورو. التصميم الجيد هو التصميم المستدام بحيث يتردد المرء في التخلص منه لأنه جميل. بعض التصاميم الجديدة يمكن توليفها مع المجموعة الأولى من عام 2012، وهكذا تتولد الاستمرارية في التصميم.